عياله لا يفوتك من الله. شو مسوين؟ عرض على الكدنك، حاطينه في حوض مويه، حاطين معه سمك. السيارة فكرتها انه ضد الصدى يعني. شو العرض؟ حوض سمك مويه كذا. يا دين ام الجنان اللي انتم عايشين فيه. When designing the transmission, one of the key features is to try to ship tight as quick as possible, yet maintain a high level of smoothness. And one of the benchmarks that you use for شوف المويه، المويه ما هي دخلتها جوا. اي يعني السمكه شوفها على لا انه المويه ما تدخل جوا السياره، فاهم؟ ما هي داخله. اي.